ملتمسات وهذه بأمانة غنوصلوا على المؤسسة ملتمسات ديال الإحداث ولا تغيير شي حاجة دونك هذه ملتمسات غنقدموها للمؤسسة واللي كاين بعض التساؤلات اللي فيها نوضحوها مزيان باش تفهموها. بالنسبة للأستاذ العمراني الأستاذ العمراني متقاعدون برسم حد السن نسبة الاشتراك فعلا كانت نسبة الاشتراك كانت 2% من المعاش السنوي كتجي طالعة وفعلا بناء على القطاع التواصلية وحنا التقارير ديالنا اللي كنا طلبنا باش هذا القطاع إعادة النظر فيه وفعلا في 2022 في الفان ديالو تم إعادة النظر في هذه القطاعات هذه بحيث أصبح 1% ما بقاش ديك 2% ولا 50% نقص مازال مرتفع مقارنة مع الإخوة الآخرين ولكن واحد الارتفاع بسيط مقارنة مع المتقاعدين العادي يعني ما بقاش ديك النسبة ديال 150 درهم ديك اللي كان كيخلص 200 درهم غير اللي يخلص 100 درهم 50% الى حدود يوصل سن التقاعد العادي وكتولي 1% يعني كتولي يوم واحد في السنه هذا اللي يعني تم اخذ بعين الاعتبار هذه المساله هذه وكتعلق يعني بالقانون ديال المؤسسه لان تم شي مؤسسه هي اللي دايره هذا القانون هذا البرلمان هو اللي صدق عليه وكان واحد تقريبا واحد المده كبيره وحنا كنتفاوضوا مع الحكومه مع الاخر باش ينقصوا هذه النسبه هذه فعلا حاليا 1% ما بقاش 2% ملتمس لتخفيض هذا البلاغ حنا ملتمس غنقدموه للمؤسسة ياخذوه باش يولي التقاعد بحال التقاعد العادي بالنسبة للذين يتوفرون على السكن هل ممكن الاستفادة من القروض ديال فوكاليف امتلاك بالنسبة للي عندهم السكن حنا هذا برنامج امتلاك شكون اللي كيستفيد الناس اللي ما استفدوش من فوكاليف إذا كنت استفدتي من القروض ديال المؤسسة قبل فوكاليف هاد الإمكانية ما كاينش ولكن اللي عنده دار مثلا وما استفدش من المؤسسة حنا ما كنربطو شي حاجة حنا ديك الدار حنا كنقولو مثلا بغا يشري دار ثانوي في تطوان وهو ساكن في عرايش المؤسسة ما كتربطو والو حتى شي حاجة بالنسبة لنا شنو كيوقع هو كاين سكن اقتصادي سكن اقتصادي كيطلبوا واحد الشهادة عدم الملكية ماشي لا فونداسيون ماشي مؤسسة مزادس هذاك الدولة اللي كتطلب في السكن الاقتصادي لأن كاين واحد الدعم ديال الدولة وزارة المالية كيطلبوا لك شهادة عدم الملكية ولكن ما عندهاش علاقة بالدعم ديال المؤسسة عندها علاقة بالدعم ديال وزارة المالية وبالتالي هنا فين كيوقع مشكل لأن إذا كان سكن اقتصادي ما غاستفدش إذا كان غير سكن اقتصادي غتمشي تشري دار عادية غاستفد المؤسسة ما كاينش